السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. عواشركم مبروكة وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشناك اللي كيجي ناجح 100%، كيف ما راه تشوفوا معايا في الصورة. شناك اللي هو راقي وتقدروا هكا تزينوا به المائدة ديالكم ديال الإفطار. فإلا بغيتوا تعرفوا معايا طريقة التحضير ديال هذا الشناك هذا والمقادير والمكونات، فما عليكم الا تابعوني الى الاخير. ولا كنتو جداد على القناه فما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساونيش من لايك الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش بارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. ونبداو على بركه الله. بسم الله، في اناء غادي ناخذ واحد الكاس من الحليب اللي قمت بالتسخين ديالو، وغادي نضيف ليه كاس ديال الماء بارد باش كنقاد درجه الحراره، ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية، ملعقتان من السكر حبيبات، كيس من الفانيلا أو الفانيليا، وكنحرك مزيان جميع المكونات حتى كتذوب الخميرة. من بعد غادي نضيف واحد الياغورت مسوس أو زبادي، نصف كأس من زيت نباتية، وتنخلط مزيان جميع المكونات حتى كينسجموا مع بعض. ثم غادي نبدأ بإضافة الدقيق، فالدقيق كنوضعه تدريجيا حتى كنحصلوا على واحد العجينة اللي هي مجموعة وقابطة في راسها شوية، وكيبقى الدقيق على حسب الخليط. فهنا كندخل الدقيق في المواد السائلة وكنطرب مزيان. هنا في الأول كنطرب مزيان هاد العجينة، ثم غادي نضيف رشة من الملح، فكتير من الأخوات العربيات كيطلبوا مني أنني نتكلم بشوية باش يحاولوا يفهموا اللغة، فنتمنى انني نكون يعني لبيت لكم الطلب ديالكم. فانا اليوم كنهضر غير شويه باش تحاولوا تفهموا الشرح ديالي. هنا بعد ما جمعت العجينه باليدين ديالي، كنجمعوا العجينه على هذا الشكل، ثم غادي نوضع العجين في سطح العمل. طبيعه الحال سطح العمل دائما نطهروه بالماء والخل، عاد نخدموا فيه بطبيعه الحال. ثم غادي نجمع العجين على هذا الشكل، كندخل فيها الدقيق وكنجمعها حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي هي مجموعه ما تكون رطبه وفي نفس الوقت ما تتلصقش باليدين، وكنخدموا العجينه شويه. هنا كيف ما تشوفوا بعد ما جمعت العجين كنحصلوا العجينه على هذا الشكل. صافي غادي نعاود نردها للاناء وغادي نخليها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها مزيان، ونرجع معكم. هنا بعد ما اختمرت العجينه ديالنا فغادي ننزلها في سطح العمل. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين، عجين خفيف. غادي نقسمه الى نصفين، هنا بالنسبه لهذا النصف هو اللي غادي نشكلوه، غادي نبسطوه. هنا كنوضع الدقيق، كميه مهمه من الدقيق باش ما تلتصقش لينا العجينه في سطح العمل. كنبسط العجينه بالمدلك حتى كنحصلوا على عجينه رقيقه. فكنضيف الدقيق، ولكن في الاخير الزائد او الفائض ديال الدقيق كنزولوه بواحد الشيته.
وكنبقى كنبسط العجينه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هي رقيقه. ثم غادي ناخد مربى الفراوله اللي سبق لي ونزلته على القناه، واللي غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو. كندهنوه هكا بهذا العجين، كنبسطو على العجينه وكنحاولوا ما نوصلوش للجوانب باش ما يخرجش لنا اثناء التقطاع ديال الشناك. ثم غادي نرشو شويه ديال الكاوكاو مهرمش او كاوكاو الفول السوداني مهروش، ممكن تعوضوه هكا باللوز اللي عنده اللوز، وممكن تكتفيو فقط بالمربى. ثم هنا كنبدا هكا نحربل العجينه، كنبقى كنطويو العجينه على هذا الشكل هذا. هنا كنزول الدقيق الزائد من العجين، كنطوي العجينه على هذا الشكل، وتكون طيه مرخوفه ما تكونش مزيره. هنا كنزول زائد او الفائض ديال الدقيق اللي بسطنا به العجينه، كندير واحد الشيته وكنحيدوه عفوا. ثم غادي نجيب واحد الخيط، خيط هكا ديال الخياطه، او اللي عنده خيط غذائي كان احسن، فانا عندي خيط خاص بالخياطه اللي هو نقي، وكنقطعوه هكا. كنجي ناخذ واحد السنتيم ونص وكنقطعوه بحال كنديرو عقده، وكنقطعوا الشناك ديالنا. هذه ديال الجنب غادي نحطها، فتنوضع الخيط من التحت من الاسفل ديال الشناك ديالي، وتنقطعوا على هذا الشكل، كندير واحد العقده وتيتقطع بكل سهوله كما تشوفوا معايا. كنقادو هكا ونحلوه مزيان. فإلا بغيتو ديال الشناك ما يكونوش غلاض، ما عليكم الا ديروا غير سنتيم، يجيو رقاق بزاف، كيبقى على حسب الرغبه. فانا هنا تقريبا درت شي 2 سنتيم ولا سنتيم ونص تقريبا، عيني ميزاني ما عبرتش مزيان. وتنزلو في واحد اللاطه اللي وضعت فيها ورق الخبز، وفي هذا الوقت انا شعلت الفرن كيسخن على درجه حراره 170، فانا خدمت فرفاره. الا ما عندكمش فرفاره شعلوا عليه من الفوق ومن التحت، وغادي نستمر حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال لي شناك. بالنسبه للقسمه الثانيه او العجينه الثانيه، فانا دهنتها بمربى البرتقال، وبالنسبه لهذه الكميه فخرجت لي واحد الكميه مهمه ديال لي شناك، تقريبا خرجت لي واحد 36 قطعه من لي شناك، يعني نقدروا نخدموا بها شحال، نوفروا نخدموا بها شحال من يوم طبيعه الحال. هنا كيفما كتشوفوا بعد ما كملت الشناك ديالي، خديت واحد البيضه مع شويه الحليب طربتها، وكندهن الوجه ديال الشناك على هذا الشكل من الجوانب ومن الفوق. صافي، بعد ما غادي نكمل لهم يعني الدهن ديال بالبيض، غادي ندخلهم الفران يطيبوا حتى كيتحمروا. هنا بعد
بعد ما طابوا لي شنيك ديالنا خرجناهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو محمرين والشكل ديالهم زوين بزاف، وكذلك المذاق ديالهم ولا تيكستور ديالهم. فغنخليهم حتى كيبردوا وغادي ندهنهم بالقليل من العسل، ممكن ندهنهم بالناباج وزينتهم بالقليل من الكاوكاو وما مهرمش. وحصلنا على الشكل اللي غادي تشوفوا معايا دابا اللي هو هذا. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. طبيعه الحال الى عجبكم ما تنساونيش من لايك، ولا كنتو جداد على القناه ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه، والى اللقاء.